نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. ارتفاع قياسي في درجة الحرارة فاق المعدلات العادية لشهر جوان، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن يوم أمس كان قياسيا في استهلاك الكهرباء. أكثر من 38 ألف مؤجل يشاركون في الاختبارات الكتابية لدورة التدارك في امتحان البكالوريا، ووزير التربية يؤكد تجديد عمليات المراقبة تصديا لمحاولات الغش. وتسجيل 20 حالة وفاة في أسبوع جراء فيروس كورونا، ووزارة الصحة تعتبر أن الوضع لا يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية استثنائية. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. موجة حر تجتاح المدن التونسية منذ نهاية الأسبوع، وقد تجاوزت درجات الحرارة في أغلب الولايات المعدلات العادية لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 درجات واثنتي 10 درجة، وذلك وفق ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي. المعهد الذي أفاد بتواصل ارتفاع درجات الحرارة في نسب قصوى تواصلت حتى نهار اليوم في الجنوب، حيث سجلت درجات الحرارة فاقت 47 درجة، فيما سجل تراجع في الشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية حيث تراوحت بين 30 و37 درجة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وقد أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز تسجيل رقم قياسي في استهلاك الكهرباء لنهار أمس. عمناول كانت تفكروا في السخانة اللي شهدتها تونس في تقريبا الفترة 11 أوت، وصلنا ل 4472 ميجاوات بوانت البارح، معناها رغم اللي الحرارة كانت أقل شوية من السنة اللي فاتت، لكن تجاوزنا رقم تاع عمناول البارح. البوانت نتاعنا وصلت للذروة، طلب الذروة 4563 ميجاوات، معناها تحطم رقم الأرقام الكل. هي دعوة نستغل فرصة وجودكم كإعلام، دعوة للمواطنين، دعوة لحرفائنا لترشيد الاستهلاك. نعملوا مكيفاتنا على 26 درجة، نحاولوا نقلصوا من الاستعمالات الغير ضرورية في فترة الذروة. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي سيد أو محرز الغنوشي. إذا سيد محرز الغنوشي، نلاحظ هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، هل سيتواصل هذا الارتفاع وما هي تطورات الأحوال الجوية في الأيام المقبلة؟ مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك سي طيب، مرحبا بكل اختاروا مرافقتنا هذا المساء من خلال شاشة القناة الوطنية الأولى. الطيحة بدنا كانت معنية بوصول كتل هوائيه صحراويه بالاساس، وهذا اللي نفسروا به كون درجه الحراره ارتفعت بشكل كبير بفارق تجاوز المعدات العاديه ممكن اكثر من 10 ل 14 درجه في عدد من الولايات، باعتبار انه العادي في شهر جوان كون درجه الحراره تكون من بين 30 ل 35 درجه بالشمال وبالوسط، ومن بين 35 الى 40 في ولايه الجنوب، الا انه قاعدين نسجلوا احنا في نسق تم تسجيل من خلاله في مجموعه من الارقام القياسيه. نهار لحد اول رقم قياسي كان يهم مدينه باجه 47.5، وهكا نحكيو على تجاوز في مرحله اولى الرقم القياسي اللي يهم مدينه باجه واللي تم تسجيله سنه 2007. خلال يوم امس نحكيو على تسجيل رقمين قياسيين، الاول يهم مدينه باجه واللي تقريبا صادت فيها درجه حراره من جديد 47.8، وهكا نحكيو على تجاوز الرقم اللي هو تم تسجيله خلال يوم الاحد. وبالنسبه للولايات المدنيين كيف وصلت فيها درجه الحراره القصوى 47.8، وهكا نحكيو على تجاوز الرقم السابق اللي هو 47.5 اللي تم تسجيله نهار 29 جوان من سنه 2021. صحيح كونه اليوم احنا سجلنا تراجع نسبي في درجه الحراره بالشمال بالمرتفعات ولا بالمناطق الساحليه، انما تمركز الكتل الهوائيه الصحراويه شديده الحراره كانت في ولايه الجنوب، ونحكيو على تعديل ارقام قياسيه في مناطق الجنوب الغربي. توزر وصلت فيها الحراره دور هذا اليوم ل 48.7، مدنيه 48.1، وهنا نحكيو على معدل ارقام قياسيه تم تسجيلها بتاريخ 30 جوان من سنه 2021، ومدنيه كان يفصلها 10 درجه على رقم القياسي اللي تم تسجيله خلال يوم امس. نعم. وبالنسبه للقفصه يفصلها عرقران على رقمها القياسي سنه 1997 واللي هو 46.1، باعتبار انه درجه حراره دور هذا اليوم في القفصه كانت في مستوى 45.9، ونتوقع كونه توغل التيارات الهوائيه الشماليه قد يتواصل خلال الساعات القادمه يوم الغد، لذلك علاش ممكن المؤشر الايجابي كون درجات الحراره ما زالت باش تنخفض اكثر خلال يوم الغد. تقريبا الارقام ظاهره في اغلبها من بين 29
حتى ل 34 درجه بالشمال بالمناطق الساحليه ولا بالمرتفعات، وقد تكون ما بين 42 46 في بقيه الجهات، على انه ترجع تيارات هوائيه من القطاع الجنوبي من جديد اوسط هذا الاسبوع تباعا لذلك عوده ارتفاع درجه الحراره، مش في مستويات قاسيه انما ارتفاع الانسان ياخذ بعين الاعتبار خلال يومي الخميس والجمعه القادمين، وممكن نتيجه الطاقه الحراريه قد تتوفر في الغلاف الجوي هو تكونات رعديه في فتره ما بعد الظهر بالمرتفعات، على غرار ما شدناها اليوم في مرتفعات الشمال الغربي ولا الوسط الغربي رافقتها امطار عموم بتاثيرات محليه ومحليه. نعم، اذا شكرا لك المحرز الغنوشي رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه المعلومات. تمت السيطرة على حريق جبل المرة في معتمدية مجاز الباب بولاية باجة الذي اندلع يوم الأحد وأتى على 180 هكتارا من مساحات الصنوبر والأشجار الغابية المختلفة دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية أو أضرار في البناءات. تتواصل لليوم الثالث على التوالي جهود كل من أعوان الحماية المدنية وإدارة الغابات بمساعدة وحدات من الجيش الوطني وبالاستعانة بطائرتين للغرض لإخماد آخر جيوب الحريق الذي اندلع مساء الأحد بجبل مرة بالمنطقة الرابطة بين معتمديتي مجاز الباب وبولات بولاية باجة. تم تسخير كل المعدات الموجودة هنا، خدمنا تقريبا بأكثر من 10 شاحنات أطفاء معناتها ما بين الزوز هياكل هضم، كيف تم الدعم من طرف جيش طيران بتخصيص طائرة مروحية معناتها لإخماد بعض الجيوب اللي هي تصعب الولوج لها، وبعض المواطنين زاد لها المساهم وكما تشوفوا توا معناتها هذه من 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 الخواص. الحريق الذي أتى على حوالي 180 هكتار من أشجار الصنوبر والغطاء الغابي هو واحد من سلسلة الحرائق التي عرفتها الجهة في اليومين الفارطين بكل من معتمديتي تستور ونفزة، وأتت على حوالي 20 هكتارا من الحبوب وأشجار الزيتون. واللي صعب زاد عملية تدخل أمس تزامنها مع بعض الحرائق الأخرى شهدتها ولاية باجة، دونك عملية إعادة توزيع الآليات الموضوع على الذمة كوسوسوا من الديوان الوطني للإدارة الجهوية الحماية المدنية بباجة وإلا من دائرة الغابات باتجاه كونه حماية زادة صابة الحبوب اللي هي زادة مسؤولية على عاتقنا كوسوسوا في معتمدية قبلات اندلعت بعض الحرائق وإلا زادة بجنبنا في مجاز الباب. تسخير جميع الآليات ووسائل الإطفاء من أجل حماية السكان وممتلكاتهم بالتجمعات السكنية داخل الغابة كانت أبرز أهداف الخطة التي تم وضعها من قبل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للسيطرة على الحريق. تكافت الجهود معناها تاع الهيكل الحماية ذات العلاقة من الحماية المدنية ودائرة الغابات بباجة، نحب ناكد راهو كيف المجهودات تمت حتى على المستوى الوطني باعتبار الدعم اللي تلقيناه من جيش الطيران من وزاره الدفاع تمثل في تسخير طائره عموديه الامس لثلاث مناسبات. وعورة التضاريس إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها أرقام غير مسبوقة بولاية باجة خلال اليومين الفارطين، إضافة إلى هبوب رياح شهيلي، عوامل زادت في صعوبة عمليات الإطفاء التي وصلت مراحلها الأخيرة حيث تجري محاصرة بؤرة أخيرة من الحريق الذي اندلع ظهر الأحد. انطلق اليوم أكثر من 38 ألف تلميذ في إجراء الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا. وزير التربية فتحي السلاوتي أكد على تجديد عمليات المراقبة لعمليات الغش خلال هذه الدورة. ربي نجحهم الكل كبار وصغار بجاه النبي يا ربي إن شاء الله ينجحوا مكتب كامل. على وقع هذه الدعوة شرع 38463 تلميذا وتلميذة من المؤجلين في امتحان البكالوريا في إجراء الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة. وقبل هذا وأمام المعاهد تلاميذ يلقون آخر النظرات على أوراق المراجعة بين معنويات مرتفعة وخوف ورهبة، أولياء تنتظر، زملاء الدراسة ممن أسعفهم الحظ بالنجاح في الدورة الرئيسية يشحذون همم أصدقائهم للالتحاق بقائمة الناجحين، ولعل رسالة إسلام بن نصيرة التلميذ الذي تحدى الإعاقة ونجح بامتياز هي الأبلغ. الحمد لله قريت ونجحت وجبت 13.41 لول في معهد نهج ناس الصيادة، جيت باش نساهم باش تشجع أصحابي اللي باش يعديوا دورة دورة كونترول وإن شاء الله مربوحة الأولاد الكل. معادي فالسوا اليوم قدرة ربي نجزها
وناجحه، وان شاء الله اصحابي الكل تاعها كونترول ناجحين ان شاء الله. لاباس لاباس، قلت ربي لاباس تنجيبوها ان شاء الله. ركزت على حاجات؟ ركزت وخدمت وعملت اللي علينا، وان شاء الله ننجحوا مع بعضنا الناس الكل ان شاء الله. ميسيرش كونترول ديجيام شانس، بقدره ربي ابطا ذاك هو، وان شاء الله فرحان اصحابي اللي نجحوا وان شاء الله لاباس. وزير التربية فتحي سلاوتي أكد لدى اطلاعه على سير الامتحانات بالمعهد الثانوي بمنطقة السجوم بالعاصمة على تجديد عمليات المراقبة خلال هذه الدورة تصديا لمحاولات الغش. اللي ما سعفهمش الحظ إن شاء الله هذه المرة هذه سعفهم الحظ، فيهم تقريبا 12500 من شعبة الاقتصاد، نسبة نجاح ما نجموش نتنبؤوا به، في العادة تقريبا بين 20 و30% يخلطوا منهم إن شاء الله في دورة التدارك، مع التشديد في مراقبة الغش اللي كما تعرفوا ظاهرة بلغت عدد كبير، 1273 حالة غش سجلناهم في الدورة الأولى، إضافة إلى عصابات إجرامية اللي خارج المعاهد واللي وقع القبض تقريبا على 25 عصابة إجرامية. الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا انطلقت لتتواصل إلى غاية غرة جويليا القادم، على أن تعلن نتائجها في 9 من الشهر ذاته. تعطل المسار الدراسي لعدد من طلبة كلية العلوم بتونس بعد تأخر تقديم مواعيد مناقشة مشاريع تخرجهم. فريق الأخبار التقى بعضهم وتواصل مع عميد الكلية الذي أكد أن الإشكال في طريقه إلى الحل. هم قرابة 160 طالبا من كلية العلوم بتونس تجمعوا في ساحة كلياتهم للمطالبة بتحديد موعد مناقشة مشاريع تخرجهم بعد تأخر يقولون إنه امتد إلى أكثر من شهرين، وهو ما قد ينجر عنه إشكاليات عديدة أبرزها تلك المتعلقة بانتهاء موعد التسجيل لمن سيواصلون دراستهم في مرحلة الماجستير أو للذين سيسجلون في جامعات أجنبية. نورمالمون رانا عندنا السوتونس نتاعنا في أول جوان، وإحنا التوا عندنا السوتونس وباش نتأخروا على المطالب تاع الماستريت. مبدأ تكافؤ الفرص معناها ضرب معناها نجموا ما نخلطوش على ماستريت. نقراو بي اف معناها سنين، نورمالمون رانا تخرجنا ورانا عندنا الدات نتاع السوتونس وكل، التوا تحلت لنا المشكلة، العبد الكل تخرجت وكل تعطلنا. دونك حاشنا باش يعطيونا دات سوتونس باش نفهموا امورنا برسمي، على خاطر حتى من الموتيفاسيون طاحت. ما عادش موتيفي معناها هكا باش نقرا، وكل كنا معناها نحضروا هكا وكل نستني وقت باش تكون سي بون معناها على اساس فان جوان معناها باش نعديو كل شيء ونرتاحوا. يا اخي طولت الحكايه وتعبنا بالحق، مش اول مره رانا نجيو معناها، فما شكون جايين من بعيد معناها يحب يقرا في بريفي واللي يحب البرا يصب معناها لي زانسكريت نجم تسكر بالحق معناها لازم يلقاو لنا حل. حل قال عميد كلية العلوم بتونس إنه سيكون في الأيام القليلة القادمة. ثم صعوبات معناتها اكتويلمون، ثم معناتها وضعيه معناتها ربما ما هيش مريحه للاطراف الكل، لا للاداره لا للاساتذه لا للطلبه، تتمثل معناتها دوك في معناتها كون بعض الاساتذه معناتها دوك لاقين معاهم صعوبات، نسعى معناتها لحل حلت معناتها دوك المشكله هذه، معناتها دوك قاعدين نشوفوا معناتها مع الاطراف الكل، والمشاريع هذه معناتها دوك ان شاء الله تكون في معناتها دوك وقتها، جينيرالمون انتم في جويه معناتها لي سوتونوس يقعوا. تحديد موعد مناقشة مشاريع التخرج هو مطلب هؤلاء الطلبة، والذي قد يكون في الأسابيع القادمة حتى يتمكنوا من رسم بقية ملامح مستقبلهم الدراسي. وقضايا جامعية هو عنوان المؤلف الجامعي الذي تم تقديمه خلال حلقة نقاش انتظمت اليوم، طرح خلالها الحاضرون من الجامعيين فحوى المقالات التي دونوها في هذا المؤلف والتي تطرح قضايا تهم الشأن الجامعي في تونس. التشغيل والبطالة في صفوف الحاصلين على الشهائد الجامعية موضوع ما فتئ يطرح في عديد المناسبات للبحث خاصة في الأسباب والحلول. منظومة التعليم العالي في تونس وهواجس التشغيلية من بين الطروحات في هذا السياق. عدد العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد الجامعية في ارتفاع في تونس منذ منتصف العشرية الأولى للقرن 21. أمام هذا المشكل كان موجود طرح يقول الجامعات والمؤسسات الجامعية ما هيش قاعدة تعمل في تكوين
يستجيب لحاجيات سوق الشغل. وإلى حد اليوم ما زلنا نسمعوه الكلام هذا. الكلام هذا فيه نوعا من المخاتلة، لأنه لما نجي ونشوف هيكلة النسيج المؤسساتي في تونس نلقاو أن هذه الهيكلة نفسها غير قادرة على التعبير بطريقة عقلانية واستباقية لحاجيتها. وفي هذا السياق يقدم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بعض الأرقام الخاصة بالتشغيل في المؤسسات التونسية. 97.3% من المؤسسات في تونس التي تشغل خمسة أجراء أو أقل من خمسة أجراء. 958 مؤسسة اقتصادية فقط التي تشغل أكثر من 200 أجير. بهكذا هيكلة للنسيج المؤسساتي في تونس لا يمكن لنا أن ننتظر من هذا النسيج المؤسساتي أنه يكون قادر على التعبير على حاجياته بطريقة عقلانية وبطريقة استباقية. صحيح أنه فما إشكال في مستوى التوجيه الجامعي وطبيعة التكوين في الجامعات التونسية، هذه مسألة محسومة، ولكن طبيعة النسيج الاقتصادي بالبلاد التونسية والمشكل الهيكلي للاقتصاد التونسي وضرورة مراجعة المنوال التنموي هو الكفيل بحل إشكال البطالة في البلاد التونسية. منظومة التعليم العالي في تونس وهواجس تشغيلية من بين عناوين المقالات التي دونها جامعيون جمعت في مؤلف تحت عنوان قضايا جامعية. لبنات للتفكير حول مشاكل الجامعة التونسية، وطرح الزملاء يعني بعض الحلول، وكل باحث نظر إلى المسألة من زاوية معينة. هناك خيط ناظم لهذه المقالات، وهو أن التعليم عالي رغم الأزمات، رغم قلة الموارد ورغم شحة الإمكانيات، لا يزال واقف على ساقيه. لكن اليوم لابد من أن نأخذ منعرج تم في العالم منذ منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات، وهو إعادة تأسيس منظومة التعليم العالي بتاعنا على أساس الجامعة. ومن المواضيع التي تضمنها المؤلف التعليم العالي التكنولوجي والبحث العلمي التطبيقي الواقع والأفاق والجامعات التونسية والعدالة المعرفية من أجل توزيع عادل للمعرفة. إلى الملف الصحي، إذ تواصل المؤشرات الوبائية الارتفاع بتسجيل 20 حالة وفاة و 34.77% في نسبة التحاليل الإيجابية خلال الأسبوع الممتد بين 20 و 26 من جوان الحالي حسب أخير تحيين لوزارة الصحة، غير أن المتحور أوميكرون أقل شراسة من سابقيه وفق الوزارة، ما يدعو إلى عدم اتخاذ إجراءات وقائية استثنائية. يبدو أن الوضع الوبائي في طريقه إلى التطور، وذلك إثر تسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وتواصل ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى 34.77% وفق آخر تحيين لوزارة الصحة. ورغم سرعة انتشار متحور أوميكرون، ولكنه يبدو أقل شراسة من المتحورات التي سبقته وفق المدير العام لمعهد باستور الهاشمي لوزي. كانت في الوقت اللي ما كانوش برشا حالات حوالي 8-9-10 على 100,000 متساكن في أسبوعين اللي فاتوا، تعدات ال 27 توا أسبوعين، وتوا تعدات إلى حوالي 60. شو معناها؟ معناها فما 60 حالة جديدة في الأسبوعين اللي فاتوا على 100,000 متساكن، أغلبيتهم هي حالات بسيطة، حمل الفيروس بأعراض خفيفة ولا ساعات حتى بلا أعراض. الفيروس هذايا المدن المتغير أوميكرون، معناها بصفة عامة هو أقل شراسة من المتغيرات الأخرين بما فيهم دلتا. احنا ما زلنا في الأوميكرون، نجم نقوله معناها ما فماش فاريون جديد، متحور جديد اللي هو مخطر، اما سو فاريون كنا قبل بي 1 وبي 2 تو نشوفوا اللي في اوروبا اكثريتهم البي 4 والبي 5، وهما الخاصيه نتاعهم اللي عندهم الانتشار اسرع، ويمكن هذا يمكن ياسر اللي دخل تونس البي 4 والبي 5 هو ماهوش مخطر، اللي ما عادش نرجعوا ان شاء الله الخطوره نتاع الدلتا نتاع قبل، اما الانتشار نتاعو اسرع، ويمكن هذا اللي يفسر سرعه الانتشار اللي عايشينها الايامات هذوما الاخرانيين.
كما أن ارتفاع كل المؤشرات الوبائية يعود إلى تضاعف عدد البؤر الوبائية، ما يؤكد سرعة انتقال العدوى، غير أن هذا الوضع الوبائي لا يستدعي أخذ إجراءات وقائية استثنائية وفق المتدخلين في المجال. لكن فما التفاوت بين الولايات، مثلا في الولايات اللي هي مشمولة أكثر بارتفاع الحالات هي تونس الكبرى، تونس بن عروس ريانة، وأيضا في باجة شوية في بزرت وشوية في الجنوب. إلى حد الآن ما فماش حاجة اللي تردنا باش ناخذ دي مزور اكسبسيونيل كما قال الآخر توا حاليا، مازلنا الوضع معناها نجم نقولوا نواكبوا فيه. هو توا كيما نشوفوا في العالم كل ما عادش فما حتى بلاد تسكر وحتى بلاد لا تاخذ إجراءات خاصة، توا ولينا نعيشوا معاه، خاصة اللي الخطورة نتاع المرض هذا قاعدة تنقص، وخاصة البلدان اللي عملوا معنا قدموا مليح في التلقيح، واحنا في تونس فوق معناها 80% من التوانسة اللي فوق 40 سنة عملوا تلقيح نتاعهم. هذا وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة في الفضاءات المغلقة والإقبال على التلقيح منها الجرعات التعزيزية. قدم البنك الإفريقي للتنمية استراتيجية دعم الصناعات الدوائية بإفريقيا، ويأتي هذا التوجه بعد أن برهنت أزمة كوفيد أهمية تطوير الصناعات الصيدلانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبالنظر للخبرات التي ركمتها تونس في هذا المجال، من المنتظر أن تتطور الاستثمارات والتصدير باتجاه السوق الإفريقية. بتمويل يناهز 11 مليار دولار قدم البنك الإفريقي للتنمية استراتيجيته لدعم الصناعات الصيدلانية في إفريقيا إلى أفق 30 و2000، وسيستفيد قطاع صناعة الأدوية بتونس من هذه التمويلات لتطوير الاستثمارات في مجال حيوي تتجاوز نسبة نموه 3%. هذا البنك الإفريقي للتنمية اللي باش يقف معنا دون مع بروسيس دو بارتناريا إذا كنت فما فرصة كبيرة وفرصة سامحة لاكتساح الأسواق نحب ونكره الإفريقية اللي ما زالت معتها سانحة لذلك، وعنا العديد من المخابر التونسية الوطنية معتها الخاصة اللي امشاو وتم تركيز ذات صناعية بعديد البلدان الإفريقية، وهذا مفخر لتونس. هذا القطاع يمثل اليوم 25 مليار دولار، لأنه هو سوق كبيرة برشا، عنده نسبة نمو محترمة 3.5. بشكل خاص القطاع الجينيريك هو اللي مش يحظى بأكثر انتباه، لأنه هذا يمكن تكلفة محدودة نسبيا مقارنة بالمنتجات الصيدلية الجديدة. وبشكل خاص انتباه مش يكون للتلقيح، لأنه اليوم في إفريقيا مستوى التلقيح المحلي المصنع محليا 1%. ورغم الصعوبات تمثل صناعة الأدوية في تونس قطاعا استراتيجيا، حيث نجد 41 شركة مصنعة يغطي إنتاجها 54% من احتياجات السوق المحلية. اليوم 3 علب على 4 مستعملة في البلاد هي مصنعة محلية، سواء في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. القطاع قاعد يصدر في 21% من الإنتاج المحلي، والهدف باش نوصلوا نصدروا 40% في 2026. يعني يلزم احنا توا الخبره نتاعنا نستثمروها كما استثمرناها للسوق الخاص، نستثمروها للسوق الافريقي، وخاصه في القطاعات وهذا كما البيوتكنولوجي مثلا ولا فابريكاسيون دو فاكسان. ولا فاقت الناس كله بما فيهم افريقيا بعد جائحه كوفيد اللي يلزم يصير تطوير وتصنيع في البلدان لتفادي معناها النقص، معناها مراكز بحث ولا معناها مخابر نتاع تصنيع الأدوية، وحتى تنجم تصير شراكة بيناتهم التمويل للمشاريع الجديدة. بالاستفادة من تمويل البنك الإفريقي للتنمية، يتطلع المستثمرون إلى تطوير صادرات الأدوية المصنوعة محليا من 22% إلى 40%. أطلقت تونس مشروع الهيدروجين الأخضر في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون، وذلك خلال ورشة نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. أفق 2040، تونس ستكون على قائمة الدول التي تعتمد الهيدروجين الأخضر كبديل للطاقات الأحفورية التقليدية، حيث تم اليوم رسميا الانطلاق فعليا في مشروع دراسة كيفية إنتاج الهيدروجين من أجل خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون. تنفيذ المشروع يأتي في إطار شراكة ربحية بين تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
31 مليون أورو هي قيمة التمويل الذي خصصناه لهذا المشروع، منها 6 ملايين أورو للمتابعة والمرافقة الفنية. تونس تتوفر على موارد بشرية متخصصة فضلا عن المناخ والطاقة الشمسية المهمة، كما أن الموقع الجغرافي لتونس المحاذي لأوروبا يسهل عملية تصدير الهيدروجين الأخضر لهذه الدول. احنا كي نقولوا مثلا اوروبا تحب تورد 10 مليون طن من الهيدروجين الاخضر، احنا قاعدين نحكيوا على 250 مليار دولار استثمار، وبالتالي احنا تونس ماذا بينا كان نساهموا في التصدير نتاع الهيدروجين الاخضر بما ان عندنا الطاقات، اما نحبوا نكونوا فما نوع من الشراكه، الربح والربح، احنا رابحين وهما رابحين. الهيدروجين الأخضر هو الطاقة النظيفة الخالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو عبارة عن عملية فصل الماء من مادتيه الهيدروجين والأكسجين، وإنتاجه يتم بتقنية خالية من الكربون ومن أي ملوث للهواء. كما أن الهيدروجين الأخضر يمكن تخزينه بسهولة وتوزيعه حسب الطلب، مما يشكل عاملا محفزا للتصدير، كما يمكن تونس من اعتماد هذه الطاقة النظيفة لصناعة الأسمدة الزراعية دون اللجوء إلى توريد الأمونيا أو لاستعمالات أخرى تعوض الغاز والمحروقات. الهيدروجين الأخضر يستعمل للنقل، يعوض الغاز، يعوض المازوت، يعوض عديد الحاجات. اثنين هو زاد كيف في انتاج الكهرباء، اليوم نستعملوا الغاز ولا الفيول ينجم يكون هو كعنصر في استعمال في انتاج الكهرباء، وعديد واحنا بدينا مع كل المصنعين العالميين نتاع محطات الانتاج اللي هما اليوم كلهم يستعملوا تقريبا ينجموا يستعملوا الهيدروجين بالنسبه لانتاج الكهرباء. لما نحكيوا على الطاقات المتجدده اليوم مشكله هي الانترميتانس، عدم استقراريه، ينجم يكون الهيدروجين هو وسيله تخزين في الفترة متاع الفوتوضوئية الموجودة في النهار، في فترة الطلب متاعها نجم نستعملوها. وستكون ولاية جابس المحطة النموذجية الأولى لبدء الدراسات الفنية لتنفيذ مخطط إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر وفقا لمسؤولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لترافقها مشاريع تنموية أخرى منها تهيئة البنية التحتية وتركيز شبكات نقل الهيدروجين، مشاريع قد تمكن تونس في صورة تطبيقها من النجاح في تحقيق الاستقلال الطاقي وخلق اقتصاد قوي وثابت وأخضر. أكدت رئيسة الحكومة نجلة بودن لدى استقبالها المترشح لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجاموسي، أكدت دعمها لملف ترشح الجاموسي لهذا المنصب، مؤكدة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن تونس ما فتئت تدعم كفاءاتها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوظيف الكفاءات التونسية في المناصب الدولية والإقليمية العليا خدمة للمصالح الوطنية لتونس. من جانبه ثمن بلال الجاموسي دعم رئيسة الحكومة لملف ترشحه، مؤكدا عزمه على تمثيل تونس أحسن تمثيل في هذه المؤسسة الدولية في صورة انتخابه. تأمل هيئة الانتخابات أن يسهم مركز النداء في تقديم المعلومة للمواطن حتى يفهم طبيعة استحقاق الاستفتاء، إلى جانب دور بقية الوسائط والحملة التوعوية التي ستنطلق غدا في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. على مدار أسبوع يعمل مركز النداء 18-14 الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة المواطنين الإجابة عن استفساراتهم بخصوص مختلف مراحل العملية الانتخابية القادمة أي الاستفتاء. أكثرية على تحين التسجيل، ويحبوا العبيد يثبتوا روحهم اسكو مسجلين ولا، دونك قولوا لهم راه فما تسجيل الي ديريكتومون جرى لكم توما، مي كوميم نعطيهم الطريقه كيفاش يثبتوا بالهاتف نتاعهم في التسجيل. اكثر نسبه هي عند الرجال 64% والبقيه دونك نساء مكلبين. وتؤمل الهيئة الانتخابية أن يسهم هذا المركز في تقديم المعلومة للمواطن حتى يفهم طبيعة استحقاق الاستفتاء، إلى جانب دور بقية الوسائط ومنها موقع الهيئة على الانترنت وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك الحملة التوعوية التي ستنطلق غدا في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. تكون حملة الهدف نتاعها هو تبسيط مسألة كيفية التحيين مراكز الاقتراع، لان خليني ناكد انه العمليه هذه راهي توفى نهار 12 جويليه، والتبديل ساهل كما قلنا، راهو فقط
برقم بطاقة التعريف الوطنية، مناش باش تطلبوا منه اي وثيقة، اما بالموقع توانسة ايزي بوانتيان، والا باليو اس اس دي اتوال 194 دياز، والا زيدي ب 1814. وهذا قبل المرور الى مرحلة حملة الاستفتاء التي ترتكز على المنظمات والهيئات والجمعيات والاحزاب والاشخاص الطبيعيين، وينتظر بعد قبولهم ان تنشر الهيئة الانتخابية قائمة نهائية باسمائهم. الناس هذه بطبيعه الحال كيف ماشي ينتشروا في الحمله نتاع الاستفتاء، حمله الاستفتاء راهي تجري على مستوى وطني، معناها مش كل دائره عندها حمله خاصه بها. الناس هذه يلزمها ان نكون الهيئه تعرفهم احزابا وجمعيات وافرادا. بالنسبه للافراد بطبيعه الحال ما فماش اشكاليه لانه الشخص طبيعي معروف، ولكن بالنسبه للاحزاب الهيئه مش تطلب منهم كل حزب وكل جمعيه تعطينا الاسماء الاشخاص اللي تابعين الحزب او تابعين الجمعيه اللي مش يكلفون من الحزب او الجمعيه باش يقوموا بالحمله في الدوائر نتاعهم، يعني في الولايات نتاعهم. هذه اللي مساله ترتيبيه وتنظيميه، لانه تعرفوا اللي الهيئه تراقب الانشطه، تراقب التمويل، تراقب الدعايه، تراقب الاشهار السياسي، ايضا الحضور في وسائل الاعلام. هذا الكل يلزمنا نراقبوه، ويلزم يكون عندنا لي ليست نتاع الناس اللي مش تقوم بالعمليات هذه. وكانت فتره التصريح انتهت ليله امس، وتخطى عدد مطالب التصريح 170، كانت صادره وفق التقديرات عن طيف متنوع. فوجئنا ايجابيا انه فما اقبال كبير على المشاركه، واليوم ان شاء الله المجلس الهيئه مش يواصل عمليه البت لانه ولا العدد كبير. دونك ولينا عمليه البت ابتدت على يومين عوض يوم امس. قانون يلزم الهيئه باش تعلم فرديا خاصه الناس اللي تم رفض مطالبها، لان عندها حق التظلم الى القضاء. ولكن في كل الاحوال غدوه مش تتضح الصوره تقريبا بصفه واضحه قداش العدد نتاع المشاركين وحسب الاصناف احزاب وجمعيات واشخاص. وفي ضوء عدد تصاريح هذا، تؤكد الهيئة الانتخابية أنها ستصدر مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قرارا مشتركا في غضون أيام بعد مناقشة مسائل تفصيلية لضمان حق المشاركين في حملة الاستفتاء في النفاذ لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والمساواة في ذلك مع إمكانية التعبير المباشر. انعقد في مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لقاء مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المنضوين في منظمة الفرنكوفونية. لقاء أكدت من خلاله الوزارة على جاهزية مدينة جربة لاحتضان فعالية القمة في موعدها. قبل أكثر من 4 أشهر من انعقاد القمة الفرنكوفونية في نسختها 18 بجربة، وفي ظل تحولات دولية وإقليمية، انعقد في مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لقاء مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المنضوين في منظمة الفرنكوفونية. لقاء أرادته الوزارة منطلقا للتأكيد على جاهزية مدينة جربة لاحتضان فعالية القمة في موعدها، ومناسبة لإبراز تونس كفضاء للحوار والشراكات. نحن في أتم الجاهزية لاحتضان هذه القمة في جزيرة جربة. ستكون في حقيقة الأمر مناسبة هامة جدا، ستبرز فيها تونس كدولة لقاء وكقاطرة للتحاور لا فقط بين الدول الفرنكوفونية بين بعضها البعض خلال هذه القمة، وكذلك بين هذه الدول وهذا الفضاء الفرنكوفوني مع مختلف الفضاءات الأخرى. قمة الفرنكوفونية 18 في جربة التي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية منظمة الفرنكوفونية تحمل بحسب منظميها شعار التواصل في إطار التنوع التكنولوجي، الرقمنة كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني. وستتخللها تظاهرات موازية على غرار القرية الفرنكوفونية والمنتدى الاقتصادي الذي سيمثل فضاء للتشبيك وإقامة الشراكات بين رجال الأعمال في الفضاء الفرنكوفوني. تظاهرات هذه باش تكون أدبية ثقافية فنية. هناك أيضا المنتدى الاقتصادي، المنتدى الاقتصادي إن شاء الله يومي 20 و 21 نوفمبر. كذلك عندنا القرية الفرنكوفوني، قرية الفرنكوفوني اللي هي مفتوحة لكل دول المنخرطة في منظمة الفرنكوفوني باش يكونوا متواجدين عن طريق وعبر ثقافاتهم. قمة الفرنكوفونية في نسختها 18 التي ستنعقد في جزيرة جربة في نوفمبر القادم، والتي يؤمل أن يشارك في أشغالها رؤساء الدول وحكومات من 88 بلدا عضوا، ستمثل محطة هامة في بلورة مستقبل منظمة الفرنكوفونية وصياغة برنامج عمل مشترك يعزز المساهمة الفعالة للرقمنة كآلية للتشجيع على التنمية والتضامن داخل الفضاء الفرنكوفوني.
فقدت الساحة الثقافية بعد ظهر اليوم الممثل التلفزيوني والسينمائي والمسرحي هشام رستم عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض. في هذا الملمح نأخذكم في رحلة إبداع قدمها المرحوم طيلة عقود، ترك خلالها أعمالا فنية لا تنسى. قل لي، قريت التاريخ مليح أنت؟ وجه ألفه التونسيون على شاشاتهم، قسمات معبرة، ملامح مميزة، تقاطعات موحية، وصوت شجي، وكأن الأقدار اختارت ليكون على خشبة المسرح وأمام الكاميرا نجما لن ننساه. أنا سجلت كل شيء، بارك الله فيك، عندي سبكتاكل لسه السنة فيها مزروب شوية. ابن الصادقية وحفيد الجنرال رستم وزير الحربية في القرن التاسع عشر، ذو الأصول الشركسية الذي تملكه شغف المسرح، فكان من حظه أن شمله عملاق المسرح التونسي علي بن عياد برعايته، فشارك في مسرحية عطيل لويليام شكسبير وهو في عمر 17 عاما وأبدع. سافر هشام رستم إلى فرنسا ودرس في معهد الدراسات المسرحية بالسوربون، ثم تلقى تكوينا في السينما بالمعهد العالي للفنون السينمائية بباريس. وانا أمنيتي ما كانتش نحب نولي ممثل متاع مسرح، معناتها نحب المسرح نتعلم فيه الى اخره، لكن ديما نحلم كي نمشي نشوف الافلام، ديما نحلم بروحي في وسط الفيلم. قضى رستم 30 عاما وهو يبدع على المسارح الفرنسية ضمن أشهر فرقها، ثم جاء اكتشاف الجمهور التونسي له سنة 88 وتسعمائة ألف عندما أبدع في دور الشاب اليساري الثائر في فيلم صفائح من ذهب للنوري بوزيل. ومن ذلك الزمن توالت النجاحات والتألق سواء في السينما أو التلفزيون. ما كنت حاب تلم أقبلهم من عندي خير من براني. فكان صمت القصور لمفيدة كلاتلي. وفيلم السيدة لمحمد الزرن في دور أستاذ الرسم يكشف أغوار حي شعبي. أما في التلفزة فقد لفت الأنظار في مسلسل الناس حكاية لحمد عرافة. سي محسن، شكون آخر واحد خرج من الإدارة البارح؟ ثم مسلسل حسابات وعقبات المخرج الحبيب مسلماني. مارتينيك ورجعوا لألمانيا توا شهر. تايم از ماني سي محمود، ماكش صغير باش نعلمك. وتعددت إطلالات هشام رستم بحكم رغبة المخرجين في إسناده لدوار، ليتولى مرتين إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية، ثم أسس بمجهود فردي مهرجان الموسيقى الروحانية بتجلياتها الصوفية نغما وإنشادا. رحم الله هشام رستم. أحلاها البلاد هذه، تصورش روحي عايش في بقعة أخرى. دوليا، يحتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم وغدا لقاء بين رئيسي مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في محاولة لتجاوز الانسداد الحاصل في المسار الدستوري بعد أن فشلت لجنة المشاركة من المجلسين مؤخرا في الاتفاق على جميع خطوط المسار الدستوري في ليبيا. من قصر الأمم المتحدة بجنيف، حيث يجتمع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على مدى يومين لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، دعت الأمم المتحدة الطرفين المتنافسين إلى بذل جهد أخير واتخاذ قرار وصفته بالشجاع لكسر الجمود بشأن قواعد الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا. رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز شددت في مستهل اللقاء على ضرورة أن يتوصل صالح والمشري إلى توافق في الآراء بشأن المواعيد والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح نحو إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. ورغم أن لقاء جنيف يأتي بعد أسبوع من محادثات جمعت ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب استضافتها القاهرة، لم تسفر عن اتفاق نهائي على أساس دستوري للانتخابات. أبدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة خلال جلسة عقدها مساء أمس مجلس الأمن لبحث أحدث التطورات في ليبيا، أبدت أملها في أن يثمر اللقاء اتفاقا نهائيا قابل للتنفيذ.
تفاؤل لا يتقاسمه معها متابعون للشأن الليبي، إذ يتوقع محللون عدم إحراز تقدم يكفي لتجنب تجدد الصراع أو الانقسام الواقع بالفعل في ظل التباين الكبير في وجهة النظر، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة، خصوصا لمن يمتلك جنسية أخرى غير الليبية أو من صدرت أحكام غير نهائية وبات بحقهم، بالإضافة إلى غياب اتفاق في الوقت الراهن حول من سيحكم البلاد أثناء التحضير للانتخابات، مع وجود حكومة في العاصمة طرابلس وأخرى في مدينة سرت الساحلية. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استبق لقاءات جنيف بالتأكيد على أنها ستكون الفيصل، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن مصير القاعدة الدستورية سيؤول إلى المجلس الرئاسي الذي سيستخدم سلطته السيادية حتى يغلق باب التأجيل على حد قوله. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تطيل أمد الصراع. ونفى لافروف في مؤتمر صحفي استهداف مركز للتسوق أمس، مضيفا أن المركز التجاري كان خاليا وقت اندلاع حريق نتيجة قصف روسيا لمستودع به أسلحة غربية بجوار المركز. وعلى صعيد آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي. في أخبار الرياضة، تأخذ غدا تونسي أنس جابر المصنف الثاني عالميا في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس اللاعبة البولونية كاتاريزينا كاوا المصنفة 32 بعد المئة عالميا. وكانت أنس جابر قد ضمنت أمس تأهلها إلى الدور الثاني إثر فوزها على السويدية ميديام بيوركلاند بشوطين دون مقابل. ونختم بهذا الخبر. تم مساء أمس سحب القرعة الخاصة بنصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، حيث سيتبارى النادي الإفريقي مع نادي صفاقسي فيما سيلاقي مستقبل المرسى اتحاد بن قردان، وذلك يومي الأول والثاني من سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في الثامن أو التاسع من الشهر ذاته. أما مباراة الكأس الممتازة التي تجمع بطل الموسم الترجي بصاحب الكأس فستدور في الخامس عشر من الشهر نفسه. إلى تذكير بالعناوين: ارتفاع قياسي في درجة الحرارة فاق المعدلات العادية لشهر جوان، وشركة تونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن يوم أمس كان قياسيا في استهلاك الكهرباء. أكثر من 38 ألف مؤجل يشاركون في الاختبارات الكتابية لدورة التدارك في امتحان البكالوريا، ووزير التربية يؤكد تجديد عمليات المراقبة تصديا لمحاولات الغش. وتسجيل 20 حالة وفاة في أسبوع جراء فيروس كورونا، ووزارة الصحة تعتبر أن الوضع لا يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية استثنائية. وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، كونوا بخير، إلى اللقاء.